وشهد شاهد من أهلها الحارس المغربي ياسين بونو يفجر قنبلة ويستهزئ بحفل الكاف الذي تم تنظيمه في مدينة مراكش المغربية ويختار الغياب عنه لأسباب مجهولة. والغريب في الأمر أن الحارس المغربي فاز بجائزة أحسن حارس في إفريقيا، لكنه امتنع عن التواجد في المغرب مبررا سبب الغياب بارتباطه بناديه الهلال السعودي. لكن الأمر الذي يفتح باب الشك على مصراعيه أن إدارة الفريق السعودي منحت رخصة للاعب لكي يكون حاضرا في المغرب، لكن الحارس المغربي فاجأ الجميع وقرر مقاطعة الحفل المشبوه. تقارير إغلبية كشفت عدم رضا الحارس المغربي عن ترشيحات الكاف لهذه الجوائز، حيث كان يريد التواجد مع المرشحين لنيل الكرة الذهبية الإفريقية نظرا للمشوار الذي قام به خلال كأس العالم. فهل أدرك الحارس بونو أن سياسة الأقجع وموتسيبي صارت فاسدة ومتعفنة؟ طازج، حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.